وكعادتنا بنبدأ مع حضراتكم بأخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع أمس استعرض فيه جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية. أيضا تفقد عدد من المواقع الأثرية والتراثية اللي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة في القاهرة التاريخية. كمان امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، وقال إن المراكز دي بيتم إنشائها على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030. تفاصيل وأخبار أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض تجربة محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة، واللي أظهرت نتائج إيجابية، بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركز إداري بالمحافظات المختلفة، نتج عن ده إزالة ورفع كمية مخلفات من على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن. وامبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية افتتح خلالها عدد من المواقع الأثرية والتراثية اللي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، وعقب إزاحة الستار لافتتاح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات اللي بتسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة واللي فيها العديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر العصور، والعمل على إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة. وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، وأكد رئيس الوزراء أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذا للتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030. وامبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة، غرامات التخلف، تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ووفقا للقرار أيضا يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل $1,000 أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. أما طبعا بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة أسيوط تم تسليم 74 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. في المنيا تم تقديم خدمات عديدة ومتنوعة بمجالات التوعية والرعاية الصحية خلال شهر يوليو الماضي. ومن المنيا نروح للدقهلية اللي تم افتتاح مشروعات خدمية وتعليمية ورياضية فيها بالتكلفة 23 مليون جنيه. أما في المنوفية فمبادرة مشروعك وفرت تمويل بقيمة 54 مليون جنيه لتنفيذ 214 مشروع للشباب. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في جامعة بني سويف تم تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بنسبة 25% للعام الجامعي 2023-2024
وده نظرا لجهودهم المبذولة في إنشاء وتشغيل الجامعة الأهلية حتى أصبحت تخدم قطاع كبير من المجتمع. وفي أسيوط شهدت المحافظة فعالية توزيع عدد من المشروعات والأكشاك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث تم تسليم 13 كشك مزود بالبضائع ل 13 أسرة بإجمالي 750 ألف جنيه و 74 مشروع تمكين اقتصادي للأرامل والمطلقات ومحدود الدخل من أبناء المحافظة بإجمالي تكلفة 1,110,000 جنيه، بالإضافة إلى وصلات مياه شرب لعدد من الحالات المستحقة بتكلفة 3.5 مليون جنيه. وفي المنيا أكدت مديرية الصحة أنه تم تقديم 113,050 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية و 42,390 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، وده خلال شهر يوليو اللي فات. وفي السويس أكدت مديرية الأوقاف استلام دفع من الشنط الغذائية وعددها 2000 شنطة، وتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وده في إطار بروتوكول التعاون المشترك للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية. وفي الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري أنه بلغت إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 39,500 رأس ماشية حتى الآن، وده في ضوء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وفي الدقهلية شهدت المحافظة افتتاح عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه، حيث تم افتتاح حمام السباحة وملعب مركز شباب دماس بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه، كما تم افتتاح مدرسة ميد غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية وصلت ل 14 مليون جنيه على مساحة 3000 متر مربع. وفي سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري أعمال استبدال منظومة الكلور الغاز بمنظومات الكلور السائل لعدد 20 محطة مياه بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه، حيث تعد منظومات حقن الكلور السائل أكثر أماناً من منظومات الكلور الغاز، وفي خطة لتغيير كافة محطات مياه الشرب القريبة من المناطق السكنية في سوهاج. وفي المنوفية أكدت المحافظة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك حتى الآن بلغ 214 مشروع وتوفير 406 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بتمويل ما يقرب من 54 مليون جنيه.